أشكر مدام لويزا مركانتيني لإتاحتها الفرصة لنا بالحضور والتحدث بهذه المؤسسة الجليلة التي تمثل شعوب أوروبا. وأشكر أعضاء البرلمان الأوروبي والحضور لاستماعهم لنا ومشاركتهم اهتماماتنا. ما هو مستقبل العراق؟ كأي بلد في العالم، العراق بأشد الحاجة إلى السلام والاستقرار. وأضيف في الأوضاع الراهنة إلى الديمقراطية. لأن السلام والاستقرار وتوفر السلم الاجتماعي في العراق هو الطريق الوحيد لأن يعود العراقيين كما كانوا، حيث كلما توفر الاستقرار في العراق استطاع العراقيون أن ينتجوا حضارات عظيمة. العراق بلد سومر وبابل وأكد وأشور والدولة العباسية التي هي مهد الحضارة العربية الإسلامية. بغداد عاصمة الرشيد كان عدد سكانها 1,000,000 شخص عندما كانت باريس مجرد قرية. العراق بلد صغير ولكن في عنده إمكانات كبيرة. يمكننا كل العراقيين يعرفون أننا نملك ثروات كبيرة ونملك العلم ونملك حركات سياسية ذات خبرة وتجربة. العراق ليس فقط للعراقيين، أهمية العراق وموقعه هو أن يحقق السلام ليس فقط في الداخل ولكن مع جيرانه ومع العالم. بدون هذا السلام بين الجيران مع الجيران فإن كل المنطقة تتضرر. والعراق بحاجة إلى جيرانه، كل جيرانه. نحن وتركيا بيننا علاقات متينة، فقد كنا بلد واحد وإمبراطورية واحدة لمدة قرون، وحاربنا معا الحروب الصليبية بقيادة السلاجقة. وفي العالم الحديث في القرن 20 تركيا مهمة بالنسبة لنا لأنها طريقنا إلى أوروبا، هي وسيطنا إلى أوروبا. ونحن بحاجة إلى الدول العربية لأنهم أشقائنا في اللغة والحضارة والتاريخ والمصالح. ونحن بحاجة إلى البلدان العربية المجاورة لأنهم أشقائنا، ويمكن أن نقيم معا تقدما وتبادلا في المنافع والخبرات. ونحن بحاجة إلى إيران لأنها طريقنا إلى آسيا، وهي جيراننا في الخليج العربي. وكلما توفرت علاقات استقرار بيننا وبين إيران فإن كل الخليج ينمو ويتطور.
العراق ليس مهما فقط لجيران. العراق بلد هو الثاني كما شرح الأخوان في ثروته النفطية، وكل العالم استقرار العراق بسبب الاقتصاد العالمي يعتمد على استقرار أسعار النفط وعلى توزيع النفط بشكل سلمي وبدون حروب ومشاكل. هذه أهمية العراق. الولايات المتحدة مدركة أن العراق هو مركز اقتصادي هام بسبب النفط، قررت غزو العراق للاستيلاء على نفطه. لا، كل الأكاذيب أصبحت الآن معروفة حول أسباب الغزو، وهي في غزوها اتبعت خطة واضحة المعالم، وهي تدمير العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتقسيمه ومحو ذاكرته وإبادة كل إمكانية للبناء. المهم بالنسبة للولايات المتحدة هي السيطرة على نفط العراق، ولهذا أنتم ترون هذه المشاكل، المادة 140 والمادة والمجموعة الطائفية والقتل الطائفي والصراعات والمشاكل والبرلمان الذي يعدنا بالديمقراطية المتفتحة. منذ 6 سنين نحن لا نرى إلا التدمير والقتل والسجون والأسرة والمعتقلات. لماذا؟ لأن بدون تدوير القيم الأساسية السائدة في المجتمع العراقي لا يمكن السيطرة على العراق. لهذا خطة الولايات المتحدة كما هي بعد 6 سنين أصبحت واضحة جداً.